الراب اللي مع اليوم يسولنا لأي واحد يلا كيسمع الراب غيقول لك بدا في 2017، ولكن إلا جيتي عندي غادي يعطيك القصة ديالو من الأول حتى ل 2023. وحنا هنا باش نصحو بعض الأخطاء لبعض الناس. هاد الرابر عنده أكثر من 10 سنين في الدومين، وكان حبس لظروف شخصية ورجع من بعد باش يبصم سميتو في الراب المغربي. واللي عاونو في طريقه والمناجر ديالو أشرف حطم أرقام شخصية عمرو كان متوقعة، وخدم مع سيري مغربي اللي دار البوس في العالم العربي اللي هو كازا ستريت. واش عرفتوا شكون معنا؟ قبل ما نقول لكم شكون، بنسبه 90% كيتفرجوا وما كيديروش ابوني، وهذه هي الفرصه باش نقول لكم اللي كيعجبو هذا الكونسيبت يدير ابوني باش يشجعنا نجيبوا دي زارتيس من جميع انحاء العالم. وسيداتي سادتي مرحبا بكم في قصه تولي بران. انديبوندون ما كنديروش شي كولاب، بغينا اورو ولا الدولار، الدراري طروشيو في الخرقه الارض. ما كاين لا طاني لا طانا لا حاري لا منا لا عزيز لا جلال، هذا طاح هذا مالو طوتشين من زمان فرانتولي معك دغيل ديال الهوش بطاش الموش كاع الفايب كاع الموش كبع قاس واش مع الموش. الدار البيضاء سنة 1997 غيت زاد مهدي الغزواني، وبالضبط في العنق. مجمع سكن عبارة عن عائلة واحدة، مهدي غيكبر في عائلة مغربية 100% من أب علي والأم سناء. كان هو الابن الوحيد اللي عندهم، كانت التربية ديالو شوية قاسحة بحيث كتخاف عليه أمه أكثر من تبصيل الطوس، لأنه هو الوحيد اللي عندهم، كان مهر لي فيه بوا بزاف. كمثال إلا حس الأب وصبغ شعره مهدي حتى هو غيدير ليه بحاله، كان صاحبه كثر من بواه. في بولوغ الطفل الصغير 6 سنوات غيلتحق بالمدرسة الابتدائية باش يتعلم ليه أبجدية القراءة والكتابة، ولكن مع سوء الحظ هو من الأول ما كانش كيحمل المدرسة، والسبب هو السيستيم الدراسي، كان كيمشي لا غير باش يدير الخاطر لوالديه وبز منه يمشي. نهار طلع مهدي للكوليج بدات حياته كتبدل، خصوصا فاش سكن معاهم واحد خاله اللي كان عاشق للموسيقى الامريكيه وبخصوص الهيب هوب. كان ديما مهدي لاصق في خاله ومريح معاه في البيت وكيسمع الموسيقى، عجبو الهيت بزاف وحتى لايف ستايل تاع الرواب. واحد النهار كان غادي يقرا وهو يتلاقى مع واحد صاحبو سميتو اسامه، وقال ليه انا بغيت ندير راب وخاصك تعلمني كيفاش نسجل وكاع البلانات اللي كاينين. الصديق ديالو كان على درايه بالموسيقى، من بعد ما دوزوا الحصه ديالهم داه مع الدار وقال ليه غادي نسجل لك ديسك. مهدي ما فهم والو، كان اول مره غيسمع الصوت ديالو في الباص، هي اول مره غيسجل تراك عشوائيا، وهذا الشيء وقع وهو كان كيقرا في الثامنه. رجع للدار فرحان وكله موتيفي، وهضر مع الام ديالو وقال لها بغيت نولي رابور، وهي في ديك اللقطه غيكتب لي اول تراك بمساعده الام ديالو في 2012، وبقى كيعدل فيه كل مره، مره ينقص ستار ومره يزيد ستار، وكيمشي عند عشيره اسامه يسمعوا البلان. واحد النهار كيف ريستايل قدامه وهو يقول له واش اختاريتي لك اي كي اي ديالك؟ مهدي قال لي لا. في ديك اللقطه قال لي اسامه انت غتكون سميتك دولي بران. في الاول عجباته وما عجباتوش، ولكن من بعد وفاه عشيره واللي كان عاونه في الاول قرر باش يخليها كاحترام ليه ويتفكروا بها. وفي 2012 يخرج لي اول تراك في الكارير ديالو اللي غيسميه فري بول. خلص حب 13 عام وقل عمرني غنضربك ولا غنقول لك عطيني 3 سنين في الموف وفي زم سكين تريني كنحط لك لاب لاب دوري جين في الهيب هوب كنجي بتف فوق المايكولون جيب هوب. الاولد سكول في المورسو مسيطر من الاول حتى الاخر. هالتراك اللي كان تسجل في الاستوديو تاع الحي الحسني، وفي تاريخ 10 جونفي 2013 غيجي دوزيام اكستري في الكارير ديالو اللي هو مشات ليام. هي ولقانا في كازا ولا كولومبيا البطل كاراج كاع ودير لك فوله. التراك كان السوجي تاعو يحكي عن الطفوله كيفاش داز، وكان سجلو عند سبوبو في الستوديو ديالو. مازال صغير وما عندوش فلوس باش يسجل، وكيتقاتل باش يدبر عليهم ويمشي يسجل تراك. وفي تاريخ 16 يناير 2013 تحط كما البنادم كيدوخ. اليوم كدور ما كاين لي تيتيز لحديد جالاكسي باش كندور خبره في الدومين صعيب عليك بزاف ما عنديش اللون عشيره وكاع ما كانت فاه. حتى هذا المورسو تسجل عند سبو، كان الراب ديالو هو الاولد سكول واند جراوند، والحاجه اللي كانت شويه بيزار عند الدري الصغير هو ما كيخصهاش الهضره في التراكات ديالو، وكيحاول يوصل الميساج بلا ما يطيح الهضره، وهاد الحاجه صعيب تلقاها عند شاب جايب كاع داك الجهد. في 20 مارس 2013 تحط تراك تاع فروم العنق. وسط الدرب صعيب باش تعيش كابرين وسط البلايك وسط الخيش بيش رزقه قليل ما طاح فيه غير دبان. راب على الدرب ديالو وكيفاش عايش فيه، انه درب متاحت وفاش كيدخل البراني كتكون هضره اخرى. دولي بران تبع الموسيقى ونسى القرايه، وهذا الشيء هو اللي خلى مهدي يعاود الكاتريام باش ينجح العام الثاني. فاش طلع ليس زاد نضج شويه،
وبدا الخدمة تاني في الراب، وفي 2013 يخرج ليه ميكس تيب وهو كيقرا في السنة كاين. الحاجة اللي غتكون شوية قاسعة باش يوفق بين القراية والموسيقى. الميكس تيب اللي كانت خرجت سميتها ديما ان فيمس، كانوا فيها 5 تراكات كلهم اولد سكول بحال بكاع التبات. كابر وسط القوادة داكشي علاش خصيم، رد البال غدور الصمت وغيجفك البزيم، معاك داك اللي كيزرر وبغيك تبات وبحال حل الباب جواد. وهذه الجمله كيقولوها كازا ولا مال الطوبيس باش يحل الباب اللوراني. كاسو لي بسكسوا مركب فش فارسي ورحم سناني ولا عزوه، كل سنين في القسم شد الباك في الغا. وكذلك عكاشة والسيفيل الدراس تربطان وسام اولد سكول صدقه ميجا تال كول وحليتهم في الراب. كانوا مرصوات سجلوا عند سبو لان الدول صبح عشير سبو في ديك الوقيته وكان كيتعامل مع لانه عشيره. وكذلك كانوا عنده بعض التراكات في الميكس تيب اللي واعرين بحال ميسيون زين شام زرع فينا الفيس وتزير ليح الفانيد ودوك اللي ما كيبانوش ماشر لي ما كيبانوش والقباحة محطر وين راك شباخ رجع من البيت راحة جواد حل الباب وشوشكم كيتسناك. تراكات بهذا المستوى ما كانش كيلقاو نجاح كبير، كيوصلوا لواحد العدد تاع الفيوز وكيحبسوا، وهذا الشيء هو اللي كيطيح من المعنويات ديالو. غتجي 2014 الدولي غير قراصو في السيزيام ومازال كيدير الموسيقى وما قادرش يفرط فيها. كنخرج واحد البروجي في تاريخ 7 مارس اللي هو جوان كيردنا مقادين. ما غتصربوش حيت بيسريات سادين، ما غتحتنيش حيت انا وراسي محادين. انستريت قيل كيقصر فوق هو اللي كيعطينا هذا الريتم الواعر. في الاخر تاع السنه الدراسيه مهدي غير لقى راسو ساقط السيزيام بسبب الاهمال تاعو للدراسه وما غاديش يكمل وغيمشي يدير السونتر تاع الفندقه. وهو كيقرا في السونتر غيخرج لي اخر تراك في الكارير ديالو قبل ما يحبس الراب 2014 اللي هو كنينيك. ما داز عليه جمال تسير الانستري في الشرق ونتايا في الشمال سيروا شوفيه. كان هو اخر مرسو قبل ما يحبس الراب، حقد على الدومين وما عطاهش كيف ما كان باغي هو، خصوصا فاش كان كيطلع لدار الشباب وكيشيروا عليه بالكراس. عرف باللي صعيب الموسيقى ديالو تنتشر وقرر باش يركز شويه في الدبلوم تاعو. العام الاول قراه والعام الثاني فاش كان خرج 16 مشى هو يخدم فيه ويدبر على راسه في واحد الريستور وهو مازال صغير عنده 18 عام لمده عامين باش يوفر راسو اي حاجه كيحتاجها وما يقولش للدار عطيني. وهاد المده اللي كان خدام فيها كان ديما كيتلاقى مع واحد صاحب سميتو اشرف في القهوه وهو كيشجع باش يرجع يرابي من جديد. ولكن دولي بران ما كانش عنده الوقت وحتى لقانا، ولكن بقى معاه صاحبه حتى قنعو باش يرجع. وفي 2017 بعد غياب 3 سنوات عن ساحه الراب رجع بتراك تراب تريب. خويا وجي باش كنبقى ما كلقك شراسي لامي امير وخك يقولوا لي اش شباب. هاد المرسوم ما كانش مشى مزيان وبقى خدام هو في السيرفيس حيت ما يمكنش انت تخرج من الخدمه وانت مازال ما درتي والو. وقال مع راسو خاصني نجمع الفلوس ونشري ماتريال تاع الموسيقى باش يكون عندي كل شيء في الدار. تقريبا غبر شي عام حتى 24 نوفمبر 2018 ويرجع بتراك طش. نادت ونادى كودين في المناد يه يه دولي فريلانس وبراد. هالتراك كان عبارة عن باب تاع الدولي في الراب بحيث مشى مزيان وكل شيء بارطاجاه وأصبح معروف الدولي في الراب المغربي لدرجة كيكون خدام وكيجي بنادم يتصور معاه. في ديك اللقطة عرف بلي الطش هو اللي لونصاه في الراب وزاد تاق في راسه. وفي 18 يناير 2019 غيجي التراك تاع السنهاجي اللي كان أوديو. ما عندكش الحق تقول لي ما مناش اللي كتبيفو تا تكون عندك النفس عاد وعد الدفاع. هالتراك اللي كان فيه واحد لغوفغان اللي واعر بالجد عجبني انا بزاف. كانوا فيه بعض سطورة كلاش اللي حتهما نادين وتقلب بعض روابا. من بعد هذا المرسو بالضبط الدور يخرج من الخدمة فاش صافي عرف باللي الراب بغاه وشدات ليه في طريقه وغريح في الدار باش يخدم على خاطره ويدير الخدمة تاع الخاطر. غتعطينا واحد تراك اللي مجهد اللي هو ترام. دورينا السلاق حلاق 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 البولة درد شي حاجة كنقوله انظر نصلق صجبه فله. الكتابة ديالو كلها دي بونش كيحاول يوصل المساج وفي نفس الوقت تضحك عليه. وإلا كنتي ناضي وفهمتي كيعطيك البوجور ديالك. هاد الميزه كاين عند دولي بران وما كاينش عند شي واحد اخر. فاش كتسمع كتعرفها باللي غير هو اللي كيراب. وفي 15 من شهر 11 عام 2019 غيجي الفيت مع الي غراندي طوطو فان كولو بوندون كولي غراندي ودولي دايرين حاله باغين طانان وبلا كريدي. تراك هارب تلقاو فيه دوز ارتيست من ستيل مختلف. داك الاختلاف هو اللي غيعطينا هاد النوع تاع الموسيقى. ضرب هاد التراك على يوتيوب حوالي 2 مليون تاع الفيوز. والمخرج تاع الكليب هو هشام الصبري واغلبيه الكليب ديالو كيصورهم هو في العنق كيعجبو يصور في دربهم. وفي 2020 تحط ياهو
اوجه نرى العاده كتحس بانو كتشم السداده اللي ما داري هذا دفع الكروسه خلاها غاده. هاد المورسو اللي كانوا فيه ريمات هاربين بستيل اكثر من رائع غيتمشى مزيان، وهاد التراك يخرج منه من بعد ربعات على فيرسيون في المستقبل. غير باش تفهموا واحد القضيه الدراري، راه كاين الدولي وكاين بران. الدولي تاع الاوتوتين وشي حاجه بعقلها، وبران ديال التراب والدريل والاولد سكول وحتى ديال الكلاش. ومن بعد ما جات كورونا الدولي بقى في الدار كيخدم غير الموسيقى، كيف ما كنت قلت لكم بانه هو عنده استوديو في الدار وخرج بعض التراكات اللي ضربوا المليون تاع الفيوز بحال سوفاج، فوفو، باور، سيسي وبريك دانس. وفي 18 من شهر 10 عام 2020 غيتحط واحد تراك اللي هارب بزاف اللي هو دريل هود. الكليب تاع هذا البروجي شي حاجه اللي هاربه بزاف، وضروري تلقى شي بلون في الكليب دربهم ومع ولاد دربهم. في هذه الفتره كانت فتره الازدهار تاع الموسيقى تاع الدولي بران، وكل شيء كيسمع ليه، وحتى البروجيات ديالو كيحققوا مشاهدات عاليه بحال برطال ياهو فيرسيون 2 و 20 بيتريس والحنانه. كان كاع هاد التراكات ملصقين فوق المليون تاع الفيوز. كاع هاد الخدمه اللي دار كان كيخدم هو انديبوندون، ما مسيني ما حتى شي ليبل. وهاد الحاجه اللي كنقول لي عليها برافو، تخدم هادشي كله وانت ما كاينش شي واحد يمدعمك، شي حاجه اللي انك خويابل. وفي تاريخ 2 فبراير 2021 غتحط بروميير اكستريم الاوبي تاع تريتمون كان فيتش مع سمولكس. اكبر فاك اللي ما يقدرش قاعد الشيء اللي كان كيتقاتلوا ليه الداري، انا اللي الورع اللي فيهم وجه المالك. مورسو فيه موسيقى واعره بزاف، لا من الكتابه تاع دولي بران اللي عامره كل دي بونش، لا من الصوت تاع سمول اللي واعر بزاف. وبالمناسبه راه درت القصه تاع سمول اكس وشايفين، اللي غنخلي لكم ليان ديالهم ديسكريبسيون، تخو تفرجوا فيهم الدراري. اللي ضرب شي شهر كيخرج كيقول لك هذيك كروش افكاري خلاص عطاو الريحه باص عندي من الاول. الفريدو هو دوزيام اكستريم الاوبي من بعد الريمات اللي كانوا مفهوميش في التراك. بحال الفريدو كلشي كان كيسحاب ليه باللي يعني بهذاك الطفل الصغير في المسلسل، ولكن راه لا، راه غير هو كيقول الفريدو البنادم بحال كيقول عشيري، فينا عشيري، فينا صديقي، هو كيقول ليه فينا الفريدو، ديما كيلاصق عليه فمو. من بعد البرومو بالتراكات اللي كانت مليحه غادي التاريخ ديال 14 سبتمبر 2021 غتحط فيه الاوبي تاع تريتمو كومبلي في كاع لي بلاتفورم ديجيتال. بالنسبه للارت وورك تاع الاوبي الساط اللي صوبها ليه هو فينيني، وهاد اللعيبه صايبات اقل من 24 ساعه لانهم كانوا مزروبين. وكذلك حتى من تراك ليست تاع الاوبي صايبات على شكل اوردونوس، شي حاجه اللي هو على بزاف. من احسن تراكات في الاوبي هو الفيتش مع العروبي. وكذلك غزه كيموتو في غزه بحال شي لوزي ما تبكزه. بالنسبه للراي تاع الاوبي راه واعر بزاف وتستريمات مزيان. في 2022 غيتحط كاش، هاد الكليب اللي صوره في دربهم وكان واعر رغم المعاناة، واخا كانوا ضربوا يد الدراري في الصباح، ولكن صبر وتقاتل وطلع داكشي ناضي. من بعد غيجي واحد جوج تراكات اللي قبل ما يحط الاوبي اللي كانوا مشاو مزيان حتى هما، ولكن غيجي التاريخ تاع الاوبي الثانية ليه في قل من عام اللي هي ميكس تيب. الارت وورك تاع هاد الاوبي فيها الوالد ديالو وهو ملي كان صغير. باش نقول لكم واحد القضية الدراري بالنسبة لهذا الإيبي، أنا كنعتبرها من أحسن لي زيبي اللي سمعت في حياتي، واعر بزاف بزاف بزاف، شي حاجة ماجيك، كاع التراكات اللي فيها ناضين، دخلوا ستريميو الدراري. من بعد هذا البروجي اللي كان واعر بزاف، دولي بران غيطلع البولفار اللي كان حيح فيه تاع بصح، أكثر من 20,000 تاع البشر كيحس بها باللي جاي على قبله، واخا كانوا وقعوا فيه بعض المشاكل، وكنتمنى أنا ما يوقعوش في المستقبل، لأن البولفار هو كيمثل الراب في المغرب، كل ما كانت الصورة على البولفار زوينة، كل ما غتكون الصورة على الراب في المغرب زوينه. بقى خدام طول على راسه تراك مو تراك، حتى غتجي ليه واحد الخدمه اللي غتعاونو في الكارير ديالو وغتزيد شهره في الراب المغربي اللي هي الخدمه مع السيري تاع كازا ستريت. الصراحه شي حاجه اللي واعره بزاف نسمعوا صوت تاع رابر في المسلسل، ودابا اخر تراك حطو دولي في الكارير ديالو اللي هو ياهو فيرسيون 4. برك برا الصغار غيجي ستات غادي فوق الجر. اللي كانوا فيه كلاشات بزاف ديال لي زارتيست بحال طاني وحاري ومنال واللائحه طويله. الدولي كتعتبر من احسن الدراري اللي طالعين بالجهد في الراب المغربي هاد الوقيته، وباسم على سميشو في الراب كاحد ابرز الروابه في المغرب. بالنسبه للارقام اللي كيديروا في ستريم وكذلك في يوتيوب وكذلك حتى الموسيقى تاعو اللي واعره، انا الموسيقى ديالو كتعجبني بزاف. كيف ما شفتو الدراري بلي طريقو كانت طويله وضرب فيها بزاف العراقيل، طاح وناط وما استتلمش، هي شي حاجه اللي واعره. وتشوف القصه ديالو بانه تقاتل على الحلم ديالو وغادي كيحقق فيه خطوه مرة خطوه. الى وصلت حتى الاخر تاع الفيديو بغيت كلشي يكتب لي في لي كومونتير بيتريس، وما تنساوش تقول لي في لي كومونتير شكون الرابو اللي بغيتو الفيديو الجاي، وتهلاو ليا في راسكم الدراري. يما غادي مريسكي
موسيقى اللي بابا جايبه بوكوراس لارس لارس كل ليلة متاستة زادة كوكاينة كانت اللي في لادرس 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 راجع خطوة اللو سولو ما انتش عالف وصل للكندور كندور